الحقيقة النيابة العامة النهاردة أمرت بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على طفلة ملك بأسيوط. بلاغ ورد للنيابة العامة 15/7 بتعدي طفل متهم عمره 13 سنة على طفلة مجني عليها ملك لم يتعدى عمرها 5 سنوات بمنطقة ألعاب الأطفال بأسيوط. وتزامن ده مع رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تولت النيابة التحقيق وسألت والدي الطفلة المجني عليها وشهدوا بالبنت حكته لأنها جات لهم مصابة في منطقة العفة، وأخبرتهم أنها بعد دخولها الحمام بمنطقة الألعاب تعدى المتهم عليها بإيده، فبحثوا عن الأخير في هذه المنطقة لغاية لما هي تعرفت عليه وأشارت لي، وده اللي قررته الطفلة في التحقيق. دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، مساء الخير يا فندم. أهلا بيك ولكل متابعينك في كل مكان. دكتور وليد، هل هذا الأمر مزعج بشكل ما أم أنه أصبح شبه طبيعيا في كل دول العالم؟ هو خلينا نقول في ظل العولمة وذوبان الثقافات والموبايل بقى في إيد الناس كلها والثقافة الجنسية بتطل على أولادنا من كل حدب وصوب وفي حاجات محببة ليهم بيوصل ليها اللعاب وبتشبع عندهم احتياجات أساسية زي اللعب، نيد تو بلاي دي من أهم احتياجات الأطفال. فلما يبقى في أفلام زي ديزني لاند بتشجع على المثلية الجنسية، ولما يجيلك إعلانات على اليوتيوب فيها بعض المشاهد الجنسية، ولما تيجي ألعاب إلكترونية وألعاب تحض على ده وعلى إن هي تحرك الغريزة الجنسية عند الأولاد في مرحلة الطفولة المتأخرة أو بداية المراهقة، فبيكون الطبيعي إن ممكن الولد في ظل عدم مراقبة الوالدين وفي ظل ما عندوش تنفيس انفعالي وفي ظل الكبت اللي ممكن بيعانيه وفي ظل اللي إحنا قاعدين سايبينه لوحده قاعد على الموبايل وخلاص وفي ظل المشاهد الجنسية المتتابعة بيحصل ده. حضرتك كده يعني دخلتني في الإجابة التانية، لأنه فعلا السؤال الكبير التاني إحنا بنشوف في دول أخرى إن الأهل بيتحكموا لأنهم أهملوا أولادهم إلى هذه الدرجة. إيه اللي ممكن تعمله الأسر المصرية مش بس عشان تحمي بناتها وأولادها من التحرش، لكن عشان تحميهم، ما هو دول ولادنا ودول ولادنا، تحميهم من إن هم يكتسبوا هذه الثقافة السيئة ويدانوا أو يتهموا في مثل هذه الأحداث. إحنا كان عندنا مثل في مصر زمان جميل جدا كنا بنسمعه زمان ما بنسمعوش دلوقتي، بيقول ابني ابنك وما تبنيش لابنك. طبعا يا ريت المثل ده يبقى قدام عينينا واحنا بنتعامل مع اولادنا. انا المفروض ببني شخصيه ابني مش ببني له. ابني مش طالب مني يا فندم غرفه مستقله، ده طالب مني اوضه اقعد اقعد اتكلم معاه فيها. مش طالب مني لا تكييف ولا طالب مني موبايل حديث، طالب مني احسسه بوجوده بسلوك الانسنه، مش طالب مني اقعد اجيب له العاب ترفيهيه واطلعه. يعني واضح ان احنا بنعمل ده لارضاء غرورنا او عشان نتفشخر قدام الاهالي التانيين. بالظبط، اشتغل على ابنك، نمي حواسه، نمي قدراته، خليه يمارس نشاط. نعمل زي زمان كنا سيادتك بنقعد قدام التلفزيون نتفرج على مسلسل زي ابناء الاعزاء، شكرا. المال والبنون. المسلسلات الجميله دي الحرام لك، وكلنا مع بعض ونتناقش صح وبنقعد نسمع. يعني انا بقول لسيادتك ساعات ببقى متغذي بره البيت واجي اعمل نفسي باكل تاني. يعني نقعد مع اولادي في علاقه الوجه للوجه والتواصل الانساني وراقب سلوكياتهم. بشكرك يا دكتور، وارجو ان احنا يتاح لينا يعني فقره اوسع برضه عشان نتكلم اكتر في الموضوع ده. شكرا جزيلا دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه.